أنا اسمي أبو رياض، ملقب بنواعم الختيار. كعكة النواعم كعكة متعبة. أنا ببلش الساعة 9 بالليل عجين. كعكة حلوة، منظرها يعني حلو. يعني أنا بشتغل يعني شغل بيتي، هذا مش شغل تجاري، أنا بشتغله في إيدي شغل بيتي. عمري 67 سنة ومتزوج ومن سكان رام الله التحتة. صناعة النواعم بلشت عندي من 30 سنة. هذه النواعم من أيام جدودنا، يعني كانوا يعملوها زمان، وغابت فترة وعودنا احنا ايش رجعناها تاني. النواعم هذه يعني كعكة حلوة ومرتبة ومطلوبة عند الكبار وعند الصغار. صارت الأوضاع يعني صارت مش كما يجب الواحد، فالتجعنا عودنا زلنا نفكر انه ايش نرجع نشتغل لشغلنا القديم. كعكة النواعم كعكة متعبة وبتتكون من شغلات كتير، بتتكون من ينسون ومن شومر ومن محلب ومن مسكة ومن سمسم ومن سكر ومن زبدة، يعني فيها مكونات كتير، وبنفس الوقت يعني شغلها متعب كتير، بس كعكة زاكية يعني بفضلوها الكبار والصغار. والله تسمت نواعم لأنه هي يعني عبارة عن كعكة حلوة، منظرها يعني حلو، وسموها هدول جدودنا سموها، وإحنا ضلينا ماشيين وراهم. والله أنا بحضر هذا الشغل كليته عندي في المصنع في المخبز، يعني بقعد حوالي 5-6 ساعات وأنا أشتغل فيه، يعني بأخذ وقت كتير. بعد ما بحضره عندي في المخبز وبجهزه بحمله وباجي فيه على البسطة هون، باجي فيه على البسطة وبصير أبيع فيه. ببلش الساعة 9 بالليل عجين، يعني عبل ما عجينها بدها ساعة بالعجين، وبعدين بريحها وبرجع بعجينها كمان مرة، وبعدين بكرصها وبخليها كمان مرة تخمر، وبخليها ترتاح. قبل ما تخمر وترتاح ببلش أخبز فيها. بس هذا الحكي كله بأخذ وقت كبير، يعني مني بأخذ له 5-6 ساعات. فبضل للفجر ببلش أخبز فيها، ولما اني بخبزها وبجهزها بحملها وباجي بحطها على البسطة هان. باجي بحدود الساعة 6:30 الصبح، بضلني للساعة 11-12-10. بتعرف هذا سوق تسهيل، يعني امتى الله بجبر بنروح. وعلى هالمنوال هذا كل يوم، يعني انا هلكيت الي متواصل هان حوالي اربع سنوات. بس أنا بشتغل هذا الشغل من 30 سنة، بس وقفناه فترة وعودنا رجعنا له. والله تسمت نواعم الختيار، يعني الزباين هم نفسهم اللي سموها، لأنه في عدة ناس بسووا نواعم، بس لأن يعني أنا مش أنا الوحيد بسوي
اللي بسوي نواعم في البلد، بس انا كعكتي هي ايش؟ مميزه في نكهتها في طعمها. فصاروا يعني يقولوا لما بدنا نواعم بدنا نروح عند الختيار. فهم الزباين نفسهم اطلقوا علي اسم الختيار عشان ابقى معروف ومميز بين الناس. يعني هو مستر، يعني هو ما بدخل فلوس كثير، بس لانه ما في اشغال، ما في يعني شغله ثانيه بديل اللي بالنسبه لي انا لسني اروح اشتغله، فبشتغل الشغل هذا والحمد لله يعني مستر حالي فيه وماشي الحمد لله. موجوده في رام الله تحت مقابل الاشاره من الشمال ومقابل ترويقه من اليمين. صعوبة والله إنه إحنا بقينا يعني قبل الكورونا يعني بقينا نشتغل بقى ماشي الأمور يعني، بس بعد الكورونا والله يعني صارت تتراجع والوضع صار يعني صعب كتير. والله الحمد لله يعني ما حدش اعترض لأنهم يعني الناس مقدرين وعارفين الأوضاع صعبة وما حدش يعني أجا عرضنا ولا أي شيء. انا يعني بواجه بالشتاء يعني ببكى انا فاتح الشمسيه عندي الشمسيه ببكى فتحها وبحطها. نعم انه انا بحس في البرد كثير، وبحس برضه في الصيف بحس برضه في الشمس كثير، بس لكن الواحد يعني لاجل رزقته ولقمه العيش بده يتحمل كل شيء. والله الاوضاع ما بتسمح معي يعني اني افتح محل. يعني وضعي انا زلمي وضعي على كدي وما بقدر انه اجي افتح محل. والله انا وزوجتي وبنتي يعني انا بشتغل يعني شغل بيتي، هذا مش شغل تجاري، انا بشتغله في ايدي شغل بيتي. زبايني كل يوم يعني معروفين، هم بيجوا وبيجيبوا معهم كمان ناس جداد، واللي بيجي عندي اول مره بيرجع عندي الحمد لله ثاني مره وثالث مره ورابع برجع الحمد لله. حكيت انا في البدايه انه مش انا الوحيد اللي بسوي النواعم، بس بيرجعوا لانه انا كعكتي مميزه في طعمها في نكهتها. يعني انا ما ببخل على الكعكه، انا بعطيها حكها وزاد شويه برضو. يعني هذا الحكي فيه منه لأنه الناس برضو بتميز، يعني بتميز الحب اللي بتاكلها هان وبتميز الحب اللي بتاكلها في محل تاني. والله يرزق الجميع.